خسائر كبيرة في البنك المركزي المصري نتيجة لاتباعه سياسة جديدة بناء على اتفاق جمهورية مصر العربية مع صندوق النقد الدولي وتعديل آلية العملية الرئيسية. أصبحنا الآن قدام دعوات من محافظ البنك المركزي الأسبق برفع الاحتياط الإلزامي عند البنوك، وهذا إجراء صعب للغاية وله تأثير كبير جدا على الأسواق المصرية وعلى أسعار الفايدة وعلى القروض وعلى أكتر من شق. ويلجأ إليه عند فشل الدعوات دي، معناها أن في رؤى كده أنه سياسة التشديد النقدي في استهداف التضخم لم تنجح، بلغة قاسية شويتين فشلت. ده معناه إيه الكلام ده؟ وخاصة أنه جاي من أبو العيون المحافظ الأسبق للبنك المركزي المصري محمود أبو العيون. اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا قدام توصية من محافظ البنك المركزي الاسبق برفع نسبة الاحتياط الالزامي. هو الرفع ده بيتعمل ليه؟ وهقول لك هو يعني ايه. بيتعمل لامتصاص السيولة الفايضة عند البنوك، وعشان يترفع بيتم اعادة مكوناته مرة اخرى وفترة فترات الحساب، يعني 14 يوم ولا اكتر ولا اقل، وحساب نسبته. طب وده معناه ايه؟ عايز امتص سيولة فايضة عند البنوك. امال البنك المركزي بيعمل ايه؟ نموذج النهاردة هو البنك المركزي يسحب اقل مستوى من فائض السيولة المقدم من البنوك العاملة في مصر منذ شهر، يعني كل الشهر اللي فات عمال يسحب بس بارقام تتخطى التريليون وشوية. المرة دي سحب اقل رقم، كان بقى 947 مليار جنيه ومئة مليون عطاء التلات، ودي بيانات البنك المركزي. البيانات بتاعتها تقدم لأول عطاء بعد قرار لجنة السياسات النقدية، قرار اللي هو يوم الخميس الماضي لجنة السياسات ثبتت الفايدة. 32 بنك النهاردة، العائد اللي هيخدمه البنك المركزي كام؟ 27.75%، 28 إلا ربع. طب ده معناه إيه؟ كل بقى السحوبات اللي فاتت خسر بسببها البنك المركزي 171 مليار جنيه خسائر. 171 مليار، ايوه، ادها للبنوك كفايده دون تشغيل لهذه الاموال، ومع ذلك اين السيوله؟ بترجع البنوك تاني. ليه؟ ما هي مدتها دي اسبوع بس، هو بياخدها يسحبها سنه. طب وايه الحل؟ قال لك والله انا كبنك مركزي ابو البنوك المصريه بقوم بهذا الدور لحمايه الامن القومي المالي للبلد وللتخديم على السياسة اللي بتبعها دلوقتي ضمن برنامج صندوق النقد الدولي اللي اسمها السياسة التشددية النقدية. رفع فايدة مع سحب سيول. طب البديل انه لو ادى، لو ساب الفوائد دي اللي هي دلوقتي هو سحب، لو حسبنا السحوبات اللي تمت اجماليها تخطى ال 11 12 تريليون، لكن فيها بتخرج وترجع المبالغ، احنا بنقول اجمالي الحركة. والبنوك تكسب الارقام، تكسب الارقام دي. طب البديل البنوك تقرضها للناس او تضخها في الشارع، طب كده السيوله تبقى زادت، عشان كده ما يبقاش ايه تشديد نقدي، ما يبقاش تشديد نقدي. طب ايه تاني عند البنوك ممكن تعمله؟ حركه الانتر بانك، الاموال يتم تحريكها بين البنوك وبين بعضها البعض بس بدون مكاسب. يبقى ايه الاحسن للبنوك؟ حاجتين، يا البنك المركزي ياخدها يديها اعلى عائد وده مضمون ومخاطره صفر فبيعملوا كده، والمركز بيخسر نفسه لاجل استمراريه هذه الايه السياسه، عشان يقول انا سياستي نجحت بس ليها ثمن اللي هم ال 171 مليار دول. طيب انا هنا حسبنا على اخر حاجه حصلت، اخر سحب اللي هو بتاع النهارده اقل من تريليون. من هنا جت التوصيه بقى بتاعت محافظه البنك المركزي، قال له ما توقف خسائر بقى. طب ايه اوقف خسائر؟ السيولة الفايضة عند البنوك دي حيرانة دلوقتي بين الثلاث نقاط اللي اتكلمنا عليهم، اما المركز بياخدها وترد لهم تاني او يضخوها مع بعض في حركة الانتر بنك او يقرضوها للناس، وفي الاذون الخزانة ادوات الدين وتخلص وتبقى حيرانة تاني وتلف. قالك طب ما الحل خلوهم يرفعوا الاحتياط الالزامي بتاعهم بدل اللعبة الاسبوعية دي اللي هيترتب عليها خسائر سنوية للمركز. طب هو الاحتياط الالزامي ده معناه ايه؟
بتبقى نسبه محدده من اجمالي كل الودائع بتاعت العملاء في الجهاز المصرفي كله تودع عند البنك المركزي، وما ياخدش البنوك عليها اي فايده. طب ما ده يبقى عقاب للبنوك، عشان كده هو اجراء صعب. وتودع عند البنوك 14 يوم عند المركزي عفوا، ودي هي الفتره اللي معموله حالا، فتره الاحتياط الحاليه. طب لما يقول لهم ارفعوا الاحتياط الالزامي ممكن المده تتغير والنسبه تتغير طب هو عايز يعمل كده ليه بقى؟ قال لك النسبه دي بتتعدل، بيتعمل على تعديل كل 14 يوم عشان يتاكدوا من امتثالها للحد المنصوص من البنك المركزي. طب هو احنا ما عملناش كده سابقا؟ عملنا في سبتمبر 22، بنك المركزي المصري في القرار اهو قدامي رفع الحد او نسبه الاحتياط الالزامي ل 18%، اهو ده تعديل النسبه من 14%. الخطوه دي نائب محافظ البنك المركزي نفسه رامي ابو النجا قال انها هتمتص 600 مليار جنيه سيوله فائضه في وقتها. خلاص طب ما هي بتسحب سيوله اهو. بس ده الاجراء الصعب، معناه انك ما نجحتش في السياسه التشدديه بتاعتك، تضخم عمال يشيط منك. طبعا في الحاله دي هيقولوا ايه؟ اجراءات الماليه هي السبب انها ضيعت تاثير الفايده. ايه الاجراءات بقى بتاعت ضبط الماليه في البلد؟ بيرفعوا كل شويه الكهرباء، بيرفعوا الانترنت، بيرفعوا تذكره المترو، بيرفعوا المحروقات. طب ما ده بيبهدل له مسار التضخم، كل ما يبقى خلاص هينخفض يعكس اتجاهه، او انخفاضه بدل ما يبقى كبير يبقى نسبي محدود. هو عنده حق في دي برضه، مش هنقدر نقول له حاجه. البنك المركزي لا يلجأ بشكل مستمر لرفع الحد الالزامي دي او الاحتياط الالزامي، لان اثره فوري بسرعه جدا، يبان بكره الصبح، وعنيف جدا، لان البنوك كلها بتبدا تغير في قراراتها وفي الفوائد بتاعتها. لو انت اللي رايح تستلف من البنك يحط فوائد عاليه عليك، لو انت رايح تحط عنده شهاده ولا تودع تعمل وديعه يديك فايده منخفضه. ليه؟ ما هو عنده حجم مالي اموال من ودائع الناس زادت، هتتحط عند المركزي بدون عائد، ملهاش عائد. فعاوز يعمل ايه؟ يحمل هذه الفلوس المفروض تبقى جايبه عوائد، هي كده تكلفه عليه، كانت هتبقى ارباح اتحولت لانها بدون ارباح، فبقت تكلفه، يحملها على العملاء فورا. طب وده معناه ايه؟ فين السحب السيوله في كده؟ ما هو كان هيديك فايده اكبر، هيديك اقل لما تحط عنده وديعه او شهاده، ولما انت تاخد قرض هيديك فايده اعلى بدل ما يديك اقل. في الحالتين سحب منك سيوله مص دمك. ليه؟ يعوض اللي واقفين بدون عوائد عند المركزي، الفلوس اللي واقفه هناك. طب ما يبقى ده مستهدف. ما الفوائد اللي خدها منك وانت بتاخد منه قرض، والقليل اللي اداهولك وانت بتحط عنده شهاده او وديعه، الفوارق بينهم ده اللي السيوله اللي اتسحبت من السوق بقى. طب ما هي كده مش هتبقى جاذبه لانك تروح تحط عنده والعوائد قلت. مش دي المشكله، المشكله انه يديك عائد اقل من ذي قبل وياخد منك عوائد اعلى او فوائد اعلى من ذي قبل لما انت اللي تروح. يا رب تكون وضحت. في البث المباشر بالليل هنوضح. الفايده اثرها عشان يتلاحظ بياخد 6 ل 9 شهور، دي بتاخد 2 3 شهور تكون اثرها واضح، عشان كده دي قاسيه جدا. رئيس مجلس اداره بنك بلوم سابقا طارق متولي قال ان لجوء البنك المركزي لرفع الاحتياط الالزامي بيكبح الضغوط التضخميه، بس بدون ضغوط اضافيه على ميزانيه البنك المركزي، يعني ما يخسرش حاجه. هو دلوقتي بيديهم فايده 27.75 28.25، هيدي صفر، يبقى وفر خسائره، كفايه عليه ال 171 مليار لحد كده. طيب المركزي بيمتلك السياسه دي وحقه، يعني ما بيحتاجش موافقه برلمان ولا الحكومه، هو حقه يلجا للموضوع ده، وربما يكون في اتفاق مع الصندوق في الحته دي، بس ده مش مفيش افصاح. طب البنوك هتعمل ايه في الحكايه دي؟ هتحاول تحمي ارباحها ازاي؟ تعيد تسعير منتجاتها حسب التكلفه الجديده اللي هي الاموال اللي وقفت عند المجال، اللي انا شرحته بالبلد دلوقتي. المودع اللي هو انت وانتي وانا اللي هنتحمل الكلام ده ازاي؟ تخفيض البنك للفايده على الايداع عشان ياخد ارباح اللي انت كنت هتاخدها، ويزودها عليك وانت رايح تكتر. تمام. مصرفيه في بنك من البنوك الكبيره بتقول انه رفع البنك المركزي النسب لاحتياط الالزام عند البنوك الفتره المقبله مستبعد لانها خطوه صعبه. ليه؟ هيقلص التسهيلات الممنوحه من البنوك للعملاء، الموضوع هيبقى فيه العوامل الجاذبه اللي اتكلمنا عليها من شويه مش هتبقى موجوده. طب امال امتى المركزي يلجا لدي؟ قال لك دي الحل الاخير بقى.
الاحتياط الالزامي ده الحل الاخير لما يبقى كده اثبت بالتاكيد ان اسعار الفايده المتخذه اللي هي الرفع اللي شغال ده مش مؤثر في معدلات التضخم. طيب التثبيت اللي شفناه على اسعار الكوريدور الاسبوعين اللي فاتوا او الاسبوع الاجتماع المركزي السابق ما ظهرش لسه نتيجته ولا اتقرف التضخم، فعشان كده جايه وجهه نظر استبعاد انه يقوم بسياسه مختلفه اللي منها الاحتياط الالزامي. نادر اشرف محلل مالي في شركه النعيم القبضة قال برضو ان القرار ده غير سهل وصعب جدا المركز يتخذه، وهو محتاج يقيم التضخم عند المستهدف اللي هو عامله 5-9% اللي هو 7 زائد او ناقص 2، لو ما حصلش ممكن يلجا للقفض او الاحتياط الايه الالزامي. ده مسار مهم جدا احنا بنحكي فيه عشان الناس تاخد بالها على مسار الايه الشهادات او المسار اللي احنا داخلين عليه. طب في نقطه كمان اضافيه حابب اشير ليها اهي، هي النقطه الاخيره اللي هنختم بيها. علي متولي محلل الشرق الاوسط وشمال افريقيا في واحده من شركات الاستشارات في لندن، عدم اللجوء لاداء رفع الاحتياط الالزامي حاليا، بيقول كده لان الموضوع صعب لانه تم رفعه لمده قريبه اللي هو في 22، والقرار له تبعات قويه على قطاع المصرف عامل زي زلزال كده، اجراء صعب وله اعباء والبنوك هتضطر تغير اسعار الفايده وحساب المخاطر من جديد. جولدمان ساكس بالمناسبه اكبر المتفائلين، قال ان سحب المركز للسيوله اللي هو شغال فيه حالا، التشديد المالي برفع الفايده او ايقاع عليها حالا، والتوقف عن منح قروض للهيئات العامه الحكوميه، ووقف السحب على المكشوف، كل ده المفروض ياثر على مسار الطبقات. لما نراجع ونشوف ده نبقى نشوف بقى نروح لاحتياط الالزامي ولا لا، لكن تبقى النصيحه قائمه كونها جايه من محافظ سابق للبنك المركزي المصري، وهذه اراء عدد من المصرفيين ورواد البنوك. اعملوا لايك للفيديو وشيروه، تحت في الوصف موجود لينك الواتساب والتليجرام. تمام كده، هنراجع بالليل ونفصل فيه بشكل اكبر واطول. والسلام عليكم ورحمه الله. محمد محي الدين.